هاي. سو جايز، اليوم الفيديو باسم ما بيعرف شو عم بيعمل هون، فانتوا قريتوا التايتل وانتوا بتعرفوا. I'm gonna be quizzing you on female products. اوكي. رح فرجيك صور وبدك تقلي هول البرودكتس لشو بنستعملهم. اوكي ديل. باسم ما عنده اخوه بنات، فما بعرف how he's gonna do on this test. So we're gonna test your knowledge. اوكي. I'm so excited. This is the first picture. Oh god. بعرف شو هي. شو هي؟ It's a vagina opener. مين بيستعمله؟ الجاينيكولوجيست. كيف بتعرف؟ كيف بتعرف؟ ليش بتعرف؟ هل شو هي؟ اضحك وحده. لا تعملي بيبي بقلبها؟ في شيء خاصه بالبيبي. ايه هذا الاختيار، الاختياره. لا هذا اوكي، هذا فيسي. هذا سو يو كان بي ستاندينج اب. فكرت انه اتس فيك فيسي اذا حدا عنده شيء مرض بغيره. نو بس انه كلوز كلوز. هذا اتس ايزي. هلا اللي جايه هولي نيبل كفرز. جود جوب، يو دوينج ا جريت جوب. انه اوكي، هيدي ما بعرف. جرب احذر، شو معقول تكون؟ هي كثير صغيرة. هيدي هنت. هيدي مش للأمبول، مش أمبول، مسمار، ما بعرف شو بقوله. مسمار؟ ايه يعني إذا عندك جلد منشف. هالشي للبنات بس. بس للبنات؟ ايه. It's a part of something that a girl uses. يعني هيدا بينزاد على البارت. ما بعرف صراحة. اوكي، هيدي بيستعملوها للسوتيان، لان اوقات بيكون لابسين شيء مفتوح على ظهره، فهيدي بتجمعهم الستراكس. نكست. هي سكرانشي. سكرانشي؟ ايه. لا هي للشعر. هي للشعر بس. هيدي لتعملي فوليوم، شكشكوا فيها اشياء، بتصير هيك كعكه كبيره بالعرس. صح. لا للكعكه. اسمها دونات بان. اوكي. جود جوب، كيف عم يعرف كل هول؟ ما طخ بنات حتى. نكست. هاي بركي صعب شوي. هاي؟ yeah. هاي بتفوت شي بالفجينة؟ لا. هيدي ساكشن كاب؟ نو نو، ما بعرف شو هي. هيدي بيوتي بلندر. شو يعني؟ يعني مثل هاي بس عملت لي ميك اب هيك سبونج سبونج. بس هيدي جيل. اوكي. اول مرة بشوف. فاونديشن. اوكي، هاي شو؟ هيدي لتشيل البوانوار. وشها هيك؟ لتنظفي اسنانك. لا تزبط بس هيدي هون الحديدة. ايه. هاي للضفير. جود جوب. باينة معروف. ايه من بعد نص ساعة. طيب بس حذرتها، انا هوليك ما حذرتها. اوكي، get yourself a clever man. اوكي هاشي. سيل كبير. كيف تعرف؟ وين تعرف؟ هذا عادي. من وين تعرف؟ انه كوزينتي كان عندها وحدة. It's so painful، ما بعرف إذا أنتوا عاملين شي مرة. صوتها هيك كثير عالي كمان. إذا شي بنت عملت سيل كبير من قبل، it's hell. اوكي هيدا شو؟ شي مثل السنارة. وفي عنده خيط يعني بينشال. يعني it gets introduced somewhere. هيدا شو اسمه؟ تتسكري هيدا كونتراسبتيف. هيدا it's a type of birth control. Birth control بسكر الترونك. صح، بس بيضلوا جوا. ايه يعني بيتركوه. Forever. For a long والخيط لا اذا بدك تشيلي بعدين او ما خص بلا في الخيط. لا لا بضل. اوكي بس بضل معلق بالجي بالجي جي. اوكي honestly guys، قبل ما نكمل كثير كنت مفكره انه ما رح يحذرهم، كثير عم بزعل انه عم يعرفهم. كثير عم تخسر. كثير عم بخسر. هيدا للبيبيات توكت. دغري عم بحذرهم. كيف بتعرف؟ كثير عم بصير. هيدي التايتل حريم. Guys I thought this would be more entertaining، لانه فكرت انه ما رح ما هو حلو انه عم بعرفه. اوكي وات از ذس؟ وات ذا هيل؟ ذا ماشين؟ يا هيدا اذا بكون حذرتها بكون كثير قوي. هيدا اتس ان امبلانت، وهي بتشوف قد ايه اول امبلانت. وات؟ انا بتضغط هيك. بس شو هي؟ اتس فيري ويرد. بدي اعرف شو هيدا اللي بالنص. هيدا ما خلص انسيها هيدا. ما خاصها بال لا لا بس هي عم تعطي اكزامبل. هيدا منا هيدا الشيء منه صغير، يعني هالماشين مكوية؟ Is it iron؟ ما بعرف. انه الشاب ليه بده يحط شعره القصار بقلب هيدا؟ شو خص الشعر؟ انه بتحسيها مثل كانه كمان فار. It's a big machine، منه شيء صغير. لك اوكي okay، بس يعني انه it's بكبر هالرينج لايت اكبر كمان. ما بعرف صراحة.
اوكي هيدا بس البن... كل البنت بس يصير فوق 30 كل سنة لازم تعمل فحص ماموغرافي هذا؟ يا هيك شكله؟ ايه يعني هون بيساعد بيجي البوب بالمعز بيماسو ليشوفوا اذا فيه شيء بيوجع انا مش مجربتها بس بعرف انه بيوجع شكله بيوجع يا ايه ما كنت اعرف هالشيء هلا صرت اعرف طيب هلا عندي سؤالين لإلك خلصوا؟ كان لازم بعد لحظة فكرت انه ما رح تعرفهم مشان هيك ما حسيت اكثر جايز اذا في موسيقى بالباك جراوند لانه نحن مش لحالنا بالبيت سو اوكي وات از ذا ديفرنس بتوين ا باد اند ا لاينر باد هو الابولات لا لا باد للسوتيان لا عم تضحكي لاينر انه على الجنب ما بعرف شو يعني على الجنب؟ انه على الدرزة او شيء هيك شيء خاصه بس بالبنات بس Is it for clothes? Type of clothing. Underwear. Yeah. Okay. ليك تهني لا أنا ما عم بفهم. تساعد. Okay راح فسر لك. الباد منحطهن بس يكون we're on our period. واللاينر منحطه for everyday use. يعني ال أنا بعرفها كوتكس. Exactly كوتكس. في تاني سؤال. What is the difference between wings and no wings? Pad. Yeah. في منهم عندهم مثل فلابس على جنب شو وين منحطهم الوينجز على الكلوت اوكي هيك من تحت في منهم بلا Good job قبل ما نقول باي بدي اسألكم سؤال بدكم نعمل فيديو انه انتو تسألوني على انستغرام اسئلة البنات بيستحوا يسألون للشباب وباسم بدي يجاوب عليهم Please قولوا ايه. Thank you so much for watching. I hope you liked the video. If you did, please give it a thumbs up و subscribe to my channel لتضلكم notified بس ننزل فيديو. ننزل كانو channel لقلنا اتنيناتنا. صارت كانو لقلنا. بس ننزل فيديو. And thank you. I'll see you next week.